هابي نيو يير يا جمعاني. هابي نيو يير يا مهني. كل سنة وانت طيبة يا بيت. وانت طيب يا مهني كده والمصريين كلهم طيبين كده وبخير. نقدم لكم نشرة الأخبار على قناتكم المفضلة بلوزة تي في. مع برنامجكم الجميل الجديد المحبوب بلوزة تي في. خشوا يا بنات على البوست اللي انا كتبته على الفيس واعملوا لي كومنتات. تعملي ايه يا جمان؟ اسكت. مش عرفتي مين البيت اللي كانت بتكلم الاكس بتاعي من وراي؟ اكس مين دي؟ شاهين دي. ايوه وقفشتيها وجرستيها في البلد كلها وكتبت لها بوست على الفيس وصاحبتي بقى دخلوا غسلوها وفرجوها وعرفوها مقامها صح. زي طارق العريان كده. ايه ماله طارق العريان؟ طارق اصاله. ايه ايوه ايه اللي حاصل؟ نزل صوره ليه هو ومراته الجديده على موقع تبادل الصور انستغرام. ونزلت الفنانه اصاله نفس الصوره وقالت انها زعلانه جدا يا كبدي. هي أقصى صورة أنا مرقت علي من بداية قصتي لليوم، ومن وقت شفتها من حوالي 30 ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق في شخص بالصورة كان بمقام غلاوة روح ونفس بعدد الساعات وبالحب اللي ما له نهاية وبالصدمة الكبيرة. هذا جزء من بوست أصالة نصري اللي بعدت فيه لأول مرة عن التلميح والكلام المبطن حول انفصالها عن طارق العريان، وقالت كمان إن هي بتحاول طول الوقت إن هي تخلي صورته وشكله حلو قدام عياله آدم وعلي. راحت بعد كده قالت ان الفعل اللي عمله ده فعل غير انساني وانه عيب، وقالت يا عيني في نهاية البوست بتاعي ان هي اتصدمت واتفزعت واتخلعت لما شافت الصورة. قوم ايه بقى زميلاتها الفنانات زي الفنانة اليسي كده قالت كلام كده كله حكم ومواعظ، وقالت كمان ان هي ربنا يصبرها على اللي هي فيه. ومين هم هيفا وهبي اللي قالت كومنت على البوست يعجز لساني عن نضجه؟ أي والله ونسيت ان هي فناني وليها جمهوره، بس بصراحة كده خلت طارق العريان عريان اسما وفعلا. وقالت الفنانة هيفاء وهبي ان الكلام دوت متفبرك، وان اللي فبرك الكلام ده ينطبق عليه نفس الشتيمة واللفظ اللي اتقال فيه. بس أنا من رأيي إنها صاحبة جدعة ويعتمد عليها وسند كده، وشايفة إن كل واحدة مننا لازم يكون عندها النوعين دول من الصحاب، نوع إليسة العقل الحكيمة اللي بتعرف تتكلم كده وتوزن الأمور، والنوع التاني نوع هايفة. وقالت بقى الفنانة أحلام الكويتية المشكلة يعني المشكلة لما يتجوز تاني؟ ما هو الشرع محلله أربعة. وإيه المشكلة لما تبقى نيكول تبقى صاحبة شام؟ اقول ايه ملناش دعوه، واحنا مش هنتعشى ولا ايه؟ والنبي يا مهنا كده بس ابعد كده شويه وما تتكلمش نفسك في نفسك كده، اهم حاجه التباعد الاجتماعي لان الخطر بيقرب. ما انا طول عمري بكلمك كده. لا معلش بس الفتره دي بقت فتره صعبه. يلا والنبي الله يسترك. يلا كده شويه والنبي يا مهنا. خلاص بيه يا باي. هو ايه اللي حاصل يعني وجرب كل دي؟ يعني بقينا ملعوبه والله العظيم من موضوع الكورونا ده. فيه ايه حاصل؟ ما احنا سلام وزي الفل. وأكبر في عينك. عارف الواد اسلام ابن بهاني؟ ايوه ابن عوضين. ابن عوضين. ايوه. عارف بقى مصطفى جوز اخته؟ ايوه. مصطفى ده كان في القاهره من كام يوم وكان قاعد في القهوه مع محمدين عمه. ومحمدين عمه ده ابنه حسنين شغال في الجونه سواق. وهناك في الجونه ساعه المهرجان عرفنا دلوقتي ان الفنانه يسري اتصابت بكورونا. ايوه وغالبا الفنانين اللي كانوا مخالطين بيها اتصابوا برضه، بس في بقى ظهر عليهم الاعراض وفيه لسه. واني مرعوبه ان انا كنت قاعده مع عمو امبارح. قاعده مع عمو امبارح؟ ايوه. لا انت عارفه كمان الفنانه يسرى دي ايه؟ مفيش مناسبه لما تروحي. ايوه. من مهرجان لمهرجان، من مهرجان الجونه لمهرجان القاهره، من افراح لعزايم لكل المناسبات. فالحين بس انهم يعملوا اعلانات وياخدوا فلوس ويطلعوا يقولوا لك ستي ات هوم، احمي نفسك واحمي بيتك واحمي اسرتك. الا ما في واحد فيهم كلف نفسه وجاب له كمامه زي دي ب 3 جنيه دي. يلا ملناش دعوه.
جرى ايه يا مهند؟ ايه؟ مش هتنزل الشغل؟ الوقت اتأخر قوي. شغل مين؟ مش رفعوا الغياب؟ غياب ايه؟ ايوه، وزير التربية والتعليم طارق شوقي رفع الغياب ورمى الكورة في ملعب اولياء الامور. نقول للناس ايه القرارات بتاعت الوزارة النهاردة؟ والله احنا الحقيقة مهتمين جدا، بنسمع طبعا وبنحس بكل قلق أولياء الأمور القلقانين على أولادهم وعلى نفسهم، كلنا قلقانين الحقيقة. فحاولنا نعمل توازن بين ان احنا نكمل العام الدراسي عشان ما يضيعش على الولاد، وفي نفس الوقت نتيح الفرصة لأولياء الأمور إن هم يشاركونا في اتخاذ القرار بالنسبة لحضور الولاد. فإحنا الأساس عندنا يا عمرو هو استكمال المحتوى الدراسي لهذا العام لجميع الصفوف. بما إن يعني ناس كتير من أولياء الأمور كانوا بيشتكوا إن غلط إن الأطفال تنزل المدارس، وطلبوا إن المدارس تتقفل وتتأجل لأن الأطفال مناعتهم ضعيفة ووارد جدا إن هم يتعيدوا، أم عمل إيه بقى؟ رفع الغياب وقال إن المدارس شغالة وإن الامتحانات برضو في معاده ومفيش تأجيل. كده الموضوع بقى حاجة من الاتنين، يا إما تقعد ابنك في البيت ويسقط، يا إما تنزله المدرسة ويمرض. وأحب أقول للناس اللي كانت مفكرة إن الامتحانات هتبقى زي نظام السنة اللي فاتت أبحاث، لا أبوكم طلع على شوني، لا الامتحانات هتبقى في ميعادها ومفيش تأجيل، ولازم ولابد هتروح تمتحن، يعني هتروح تمتحن. بس ثواني، الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحصل وما تنزلش بسببها الامتحانات هي إنك تموت. يلا ملناش دعوة. إيش يعني أني؟ دو يعني انت، اير اس زي هم وهو هي وهو ومحايد. محايد ايه؟ محايد ما هو يا ذكر يا انتي. بين بيست ايست فير اير، لا كده كتير علي. فير اربايتد فيل. انت بتقولي تعويذه يا جماني؟ لا يا اخويا، ده اللي بتعلم الماني. الماني؟ ايوه. هو انت ما تعرفش ان منهج الالماني هيتطبق على جامعات مصر بالاكراه كده واجباري؟ بالاكراه واجباري؟ ايوه. لا حول ولا قوه الا بالله، ده الواحد بيخش المدرسه من اول اولى ابتدائي لحد الجامعي ما بيعرفش يتكلم عربي حتى، ده حتى لما بيموت ما بيعرفش يتكلم، علموهم انجليزي، هم ناقصين، خفوا عليهم مواد، الواحد هيذاكر ايه ولا ايه؟ وبعد كل ده لما تروح تتقدم في وظيفه يقول لك لازم يكون معاك لغه، فتضطر تنسى اللي درسته في الانجليزي طول 16 سنه تعليم وتبدا من اول وجديد، ان انت تاخد كورسات وتدفع فيها كده ألفات مؤلفه. بدل ما يعدلوا المناهج ويعدلوا نظام الامتحانات يزودوا على الطلاب، حرام عليكم، الطالب هيعمل ايه ولا ايه؟ والقرار ده بقى هيتطبق في كليات الطب والهندسي، هم ناقصين عقد يا جماعه، ما هم معقدين خلقي. دلوقتي واحد طالب في هندسي بيدرس 7 سنين وبعدين بيعمل ماجستير وبعدين بيعمل دكتوراه وبعدين بيعمل سنة امتياز بياخد فيها حوالي 375 جنيه، تقوم كمان مزود له همه فوق همه ويدرس لغة كمان وبالإكراه، مطخوهم يا ناس أحسن. يلا ملناش دعوة. محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، محسود على عودك. كفاية كده بقى. ايه؟ قولي يا مهند، انت هتبعت الاغنية دي يعني كده لمين؟ على التيك توك للفنان عمرو دياب. ايه يعني؟ ازاي يعني الكلام ده يعني؟ اصله هو عامل تحدي لاحسن واحد هيغني الاغنية دي كلمات تركي الشيخ. محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، بعد اللي انا دقته كله بيجي بوقته قدامنا طول الليل مواويل. الاغنية دي اتعمل عليها يعني اكتر من تحدي، فنانين كتير عمالة تغنيها، كله عمال بيقول حاجة يعني اللهم صل على النبي، كله عمال بيقول محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، بعد اللي انا دقته كل بيجي بواته قدامنا طول الليل مواويل.
محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل. بعد اللي ده دقته كله بيجي بوقته قدامنا طول الليل مواوي. انا وانت بنتلمى أنا حتى وأني قاعدة امبارح مع زميلاتي في الكافر كانوا بيتكلموا على الموضوع ده، وقالوا كمان إن في فنان وحيد ما عملهاش، مع إن فنانين كتير قوي 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 عملوها. اسمه إيه دي؟ تامر حسني. أيوه تامر حسني. فيها بتحسي كده إن فيه نوع من النفساني. دي بقى دعاية الألبوم الجديد. دي القناة بتاعته على اليوتيوب لوحدها فيها بتاع 4,700,000، يعني هو ده ناقص شهرة. مرة واحدة؟ أيوه مرة واحدة والله. ملناش دعوة. قال لي يا مهني ايه هو انت يعني كده بعد الشر بعد الشر، يعني لما ربنا ياخدك ان شاء الله. انا وانت في جمعه واحده يا جماني. تفتكر انني لما اكتئب مني اكيد يعني هزعل عليك؟ ما انت عشري، هيجيبوا لي عريس من بره. عريس من بره؟ ايه بي زي ما عملوا مع سونسون. سونسون ايوه سونسون الزرافه، راحوا جابوا لها عريس من بره. دخلك زمان حضرتك، دخلك زمان. جابوا لها عريس من جنوب افريقيا وكمان ضرتين بحوالي 2,000,000 دولار. ب 2 مليون دولار؟ ليه 2 مليون دولار في 15؟ ما بقولك كانت مكتئبه يا ابويا، كانت مكتئبه. مكتئبه؟ ايوه مكتئبه. ادي اهو اول صور للزرافات اللي جايين من جنوب افريقيا. الحمد لله لحقناهم قبل ما يقفلوا جنوب افريقيا. يا شيخه يعني مش طب الفلوس دي ياكلوا كام واحد؟ انا اعرف، بس المهم ان انا عايزه عريس، مش عايزه ب30، انا ولا ب20 ولا ب10، اي حاجه غيرك انا موافقه بيها. اي حاجه غيري؟ يعني الزرافه احلى مني في ايه يعني؟ من يا اخويا هي بس رقبتها طويله، وانت ما شاء الله لسانك قد كده. وانا لساني قد كده؟ ايوه. قلت لي عامله كام؟ 30,000,000 جنيه. يعني بدل ما يدوا الفلوس ديت للناس وياكلوهم بيها يروحوا يجيبوا بيها زرافه؟ اقول ايه مالناش دعوه. كده رامي ربيعي والسليه وقفشه وموسيماني. يا خراب يا انت بتعملي ايه؟ بتعدي ايه يا جمان انت؟ بعد اللعيبه ثلاث لعيبه ومدرب مصابين بكروني، انا خايفه قوي من الماتش بتاع الاهلي والزمالك ده. ما اجلوه. الله ايوه انت مش عايشه في الدنيا ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ بننقل لحضراتكم خبر عاجل، حسمت لجنه المسابقات باتحاد الكره مصير مباراه القمه بين الاهلي والزمالك اللي كان مقرر ليها يوم الاثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر. قررت تأجيل المباراة بين الفريقين على أن يتم تحديد موعد جديد لهذه المباراة لاحقا. أصل أنت ما تعرفيش طول عمري ماتش الأهلي والزمالك دوت بيتلعب آخر ماتش في الدوري، قوم بقى استنصحوا وخلوه رابع ماتش وبرضه بيتأجل ويتلعب في آخر الدوري. قال إيه لدواعي أمنية؟ أنا خايف يفضلوا يأجلوا في الماتش دوت لحد ما يتلعب في السيزون اللي وراه. هما كده كل سنة بيفضلوا يأجلوا لحد ما يطمنوا إن الأهلي بطل الدوري، يعني منع المشاكل. وأنا بناشد المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة بتاعت نادي الزمالك إن لازم يكون له وقفة في الموضوع ده. يلا الله يرحمه بقى. الله يرحمه؟ هو مات؟ جاله كورونا وتوفي. عن موقف نادي الزمالك بعد وفاة رئيسه المؤقت المستشار أحمد البكري متأثرا بفيروس كورونا. تكونش دي لعنة المستشار؟ ملناش دعوة. قدمنا لكم نشرة الأخبار من كفر البلوزة على قناة بلوزة تي في. جماني عويس ومهند البلبوصي.